السلام عليكم ورحمة الله. هذا ردي لأخي الحبيب والعزيز على قلبي جدا الأخ برجس البرجس بخصوص أسئلتي عن مستقبل العقار. أخ برجس أثار نقطة في غاية الأهمية اللي تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن. هناك دول قدرة المواطن الشرائية أقل من عندنا بكثير، مثل الهند وباكستان ومصر والسودان والأردن وتونس وغيرها. هذه الدول قدرة المواطن فيها ضعيفة جدا، ومع ذلك العقار ما نزل عنده. تمنيت من أستاذنا الكبير برجس البرجس يحددنا المناطق اللي يبغى يقارن بها القدرة الشرائية للمواطن، هل هو شمال الرياض أم جنوبه؟ أيضا ذكر الأستاذ برجس إن قيمة الفوائد حقة البنوك ضعف قيمة العقار، لتحدد لنا المدة اللي الواحد بيقسط فيها، لي 15 حتى نعرف هو الضعف ولا دون. حتى لو سلمنا وقلنا إن المواطن بيقسط 25 سنة بحيث إنه أرباح البنك وفوائده بتصير دبل قيمة البيت، نبغى نشوف من ربحان أكثر، هل هو البنك أم المواطن؟ أسر عليكم في عدة نقاط. النقطة الأولى، معدل أرباح البنوك اليوم حوالي 6%، بينما العائد على العقار تقريبا 8%، يعني عندك فرق 2%. النقطة الثانية، أرباح البنوك عندنا تناقصية، بينما العائد على العقار يستمر ويبتل معك طول العمر، إما زاد ما نقص، والنقص ما هو بواصل أرباح البنوك. ذكر الأستاذ برجس إن العقار بينمو لسنوات طويلة بوتيرة ضعيفة جدا، أنا ما أدري وين الدراسة اللي استند عليها، لأنه ما مر علي حقيقة في السوق شيء من هذا القبيل. الحكومة تتحمل 100% من التمويل اللي بيحصل عليه حوالي 80% من المواطنين رواتبهم أقل من 14، هذولا ما راح يدفعون فوائد، الحكومة تتحمل فوائدهم. ليه ما ذكرتم أستاذ برجس؟ أحب أشكر صديقي وحبيبي الأستاذ العزيز برجس على الأسئلة اللي طرحها، اللي تثري الساحة وتعلم الناس عن مستقبل العقار وتقول لهم ترى هذا الطريق. ببشركم بشارة، ترى بلادنا ولله الحمد والمنة إن شاء الله تعالى مقبلة على نهضة وطفرة عملاقة، وهذه الشغلات عادة تحتاج إلى تضخم، تذكرون أيام الملك عبد الله، لكن بيجيكم إن شاء الله من الخير ما يغطيها بإذن الله تعالى. ابشروا وتفائلوا بالخير تجدوه. سلام عليكم.